استاذ دجل مخليه اسولف لك سالفه. فد يوم من الايام طلعت بالتلفزيون قلت الاخوان من 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 افضل ما اكتشفوه وزاره الزراعه بان يكون مدير عام دائره التخطيط في وزاره الزراعه، مدير عام دائره التخطيط يعني الكل بالكل، واحد على واحد يساوي واحد، ما غير قابل القسمه غير على واحد. تدري اختصاصه شنو؟ اختصاصه جيولوجي، يعني علم باطن الارض. الرساله مالته بالبراكين، قلت لهم شنو هذه؟ يفجر طماطه مثلا، يفجر براكين يطلع لنا طماطه، خيار، ما 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 افتهم يعني. يعني تدري سندته كتل سياسيه وزعماء وكذا، ليش؟ لان اكو تعرف بعض الامور البزنس اللي تقاد من هنا وهناك. وبعد ما كررت مره ومرتين ثلاثه وتحت المطرقه يلا غيروه ورجعوه، جايبين يا اخي ما يخالف لو جايبينه من داخل الوزاره، ما يخالف جايبينه على ما اعتقد بوقتها من وزاره التعليم. يعني هل خلت هاي الوزاره اللي استطاعت تقود العراق بافضل السنوات وباصعب السنوات وتعطينا مواد، يعني هل يعني اسالك بالله مدير عام دائره التخطيط براكين؟ يعني احنا دائما نسمع البراكين تطلع مواد كبريتيه نيتروجينيه امور اخرى، بخوب ما تطلع طماطه وتطلع خيار وتطلع باذنجان وتطلع سوينا تنميه بركانيه، هذا ما مقبول. تنميه بركانيه ما مقبول. سووا مشروع بمحافظة واسط لأجل تسكين القرى اللي بدأت تتهجر بسبب سياسة التجويع القسر اللي مورست على هاي المحافظات. مشروع على ما أعتقد من أفضل المشاريع اسمه غرب الغراف، وين انسرق؟ تدري مطرة الدنيا بهاي الأماكن، الأماكن اللي خلوا بها هي المفروض رمل وحصو وبعدين الصوندات هاي مال الترشيح حتى تسحب الأملاك، تدري من اجت المياه واجت تبسط هاي الحفو، اخذت حتى ايش اسمه، اخذت حتى الصوندات. ها يعني بما معناه الشغل زي تعاقبوا؟ لا.